عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. لتتبعن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة بتوالي الأمثال، إذ اجتمعت عندنا ثلاث نونات: نون الرفع لأنه من الأفعال الخمسة تتبعون، والنون المشددة عبارة عن نونين، فحذفت نون الرفع لأن توالي الأمثال لا يستحسن في اللغة. فلما حذفت النون بقيت الواو ساكنة، ونون التوكيد المثقلة عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فلما اجتمع ساكنان حذفت واو الجماعة. لتتبعن، لا يصح أبدا أن تقول لتتبعون، لا يصح. وهنا موضع من المواضع الخمسة التي يؤكد فيها الفعل المضارع، فالفعل المضارع يؤكد وله في توكيده خمس حالات. الحالة الأولى يجب، لن أتحدث عن بقية الحالات، الحالة الأولى يجب أن يؤكد الفعل المضارع كما هنا. متى؟ إذا كان الفعل المضارع واقعا في جواب الشرط وفي ما يدل على الاستقبال وفي سياق الإثبات، وهنا واقع في جواب شرط الأصل والله لتتبعن، فيجب توكيد الفعل المضارع إذا كان جوابا لقصد، إذا كان في سياق الاستقبال، إذا كان في سياق الإثبات، إذا لم يفصل فاصل بينه وبين لامه يجب أن يؤكد، وهنا توفر فيه الشروط. مثل لتسون صفوفكم، هنا يجب أن يؤكد الفعل المضارع بهذه النون، لأن النون تخلص وتصفي الفعل للاستقبال، ولذا تدخل على فعل الأمر مطلقا. لما؟ لأن فعل الأمر يدل على الاستقبال، لا تدخل على الماضي مطلقا. لما؟ لأنه يدل على المضي. هل تدخل على الفعل المضارع؟ لابد أن ننظر، لأن الفعل المضارع ربما يدل على الحال وربما يدل على الاستقبال، ولذا في الفعل المضارع جعل له حالات خمس.